عايزه اتكلم عليها، الكروب توب ده نت. طبعا هتقولوا لي يعني انت هتجيبي كروب توبس كمان في الشتاء؟ هقول لكم لا، انا مش هلبسه ككروب توب. انا هلبسه اللي اتفرج على فيديو اليوتيوب. الترند دلوقتي ان انت تلبسي الحاجات النت دي تحت شميز او تحت تي شيرت، بتبقى شكلها حلو جدا جدا، وبالتالي هتنفع لان كل يعني سواء انت مش محجبه او محجبه هيبقى شكله شيك قوي. وهوريكم عليا عامل ازاي. يعني بصوا، هو لونه تحسوه كده اهو. فسواء تلبسي تحت تي شيرت او تحت تي شيرت او دراس طويل مثلا او كده هيبقى شكله حلو جدا. انا جايبه سايز اي، سايز سمول. بص لونه شكله حلو قوي. وير برضو في منه نزل كده درجة، في الدرجة دي اللي هي البيج فاتح، يعني تو بيج غامق. وعجبني فيه ان هو بصوا منفوخ مع سليز، والسكوير نيك ده عجبني جدا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.